بكم أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة، في هذا اللقاء الذي يأتي هنا في وسط هذه الأجواء الجماهيرية الجميلة جدا في مدينة الأمير عبد الله ابن جلوي الرياضية هنا في محافظة الأحساء، حيث هذا المكان الجميل، حيث هذا المساء الجميل الذي يطل عليكم فرسان الواحة بهذه اللوحة، بهذه العبارة: جمهور العدالة، الذي يسجل في هذا الموسم أروع الأرقام في الحضور والتشجيع والمؤازرة بالتأكيد، كيف لا، وهو رابع أكثر الأندية الجماهيرية حضورا هذا الموسم، وتقديما للكثير من الأمور المميزة بالتأكيد التي يتميز فيها فريق العدالة هذا الموسم في الحضور الجماهيري. فما بالك حينما يكون الموعد نصر، فما بالك حينما يكون الموعد بديد. النصر يبدأ بعرضية كونان، بتقدم سامي، بمحاولة النصر وبصافرة حكم المباراة اللي يعطي فيها خطأ لمصلحة العدالة. العدالة صاحب الضيف، نبقى في أجواء رونالدو، أجواء النصر، رونالدو يحاول يلاعب ويسدد، الكرة تتخلص والراية ترفع الآن من المساعد الأول اللي يظهر في الصورة، هذا اللي يظهر في الصورة هو المساعد الأول كريستوفر، أبرز الغيابات. لكن العدالة بالرغم من الغياب يحاول أن يكون حاضرا في مباراة اليوم، ألا يتأثر بأي غياب. أخرى القتالية في اللعبة الأخيرة، تاليسكا بكرة باتجاه رونالدو، لكن الهجوم، النصر الآن في الهجوم، كونان استلام، عرضها نصروية باتجاه تاليسكا، شوف اللي بيقدم الكثير، شوف العدالة في الهجوم، المحاولة، المرور، لا لا لا، سلطان الغنام، سلطان الغنام، التغطية الدفاعية، والكرة اللي عدت خطيرة جدا للعدالة، خطيرة جدا للعدالة، هذا رقم 12 أنتونسون، وأيضا هل متسلم ولا لا؟ الكرة لازالت معه، والراية رفعت، الراية رفعت من المساعد الثاني اللي هو سامي العرفج. ولدينا طبعا ممدوح آل شهدان في غرفة الفار إلى جانب مؤيد المسجن، وكذلك الحديث. وصلت لرونالدو، كم ممكن يشوت، فضل التمرير، سقط رونالدو، طالب بخطأ، عبد الرحيم يقول العب، الكرة بتعود مرتدة سريعة إلى الأمام باتجاه رونالدو، لينيس، رونالدو أو محيسن يتقدم من الجهة اليمنى بالرقم 11، مرور، تقدم، سقوط، صافرة، خطأ لمصلحة جيسلان كونان. فيها تاليسكا والعرضية، وغريب وغريب وغريب، لا 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 غريب، لا 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 يا غريب، الغريب أن تضيع هذه الكرة بهذا الشكل، الغريب أن تضيع هذه الكرة بهذا الشكل، انفراد صريح، لكن عينكم على التمريرة يا أخي، عين قرب الغريب، شوف العمل الجميل، وصلت إلى صاحب القدم اليسرى، قدمك اليسرى عودتهم على الأفراح يا جوستافو، قدمك اليسرى عودتهم على أن تكون في الشباك، في الجهة اليسرى عرضها، تاليسكا بالراس، تاليسكا بالراس، الله 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 الله، ارتقاء مثالي، رأسية لأديسون، العمل، التدافع في اللقطة الماضية، حكم المباراة لا زالت، عبد الإله سقط، يطالب بركلة جزاء أيمن، لا زالت نصراوية، عرضية أبعدت، أبعدت، السقوط لعبد الإله، الكرة بتعود، لا زالت ما بين أقدام لاعبي النصر، ولا زال الخطر نصراوي، لا زال الخطر نصراوي، أو جودال أبعدها، جودال خلصها لتعود مرتدة، برافو خيبري، برافو خيبري بالتأكيد، التغطية في التوقيت السليم، وصل رونالدو، 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 سي رونالدو، الجمهور أجمل من يعلق على أهدافك، الجمهور أجمل من يردد السي مع رونالدو، رونالدو يسجل أول أهداف النصر، كريستيانو الهداف التاريخي الكبير جدا يستمر في مزاولة مهنته المفضلة، لعبته المحببة، أرقام
هجومه التي يستعرض من وحده ولا لا، لا تأخر فيها، لازالت مع مر، عرض رونالدو. نصراوية مرتدة مثالية والله. قدم سلطان يحاول، مر، صوب، الله عليك يا غنام، الله عليك يا غنام. سلطان في اللقطة الماضية كذا راح نشوف غريب، راح نشوف رونالدو متسلل. رونالدو الأخطر، تاليسكا الأخطر، لا 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 يا رجل، لا 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 يا رجل، تاليسكا لا يهدر هذه الكرات السهلة، لم أعتد أن يهدر تاليسكا هذه الأرضية، تعود تيجي مرة أخرى طويلة باتجاه نواف العقيدي. اليوم يا عبد الإله أي مباراة كبيرة اليوم يا عبد الإله. تاليسكا ولا غيره في اللقطة الماضية قادر على إبعادها. العمري في واحدة من أحلى مبارياته باتجاه أيمن، يا سلام على الاستلام والتمريرة، لكن مياتوفيتش أقرب من تاليسكا، وصلت إلى رونالدو، الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، رونالدو كلمة تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى بين أهدافك واحتفالاتك، أبهرت العالم، كل العالم في أهداف يحيى. الله، جميلة باتجاه تاليسكا، ليلة النصر الكبير، يضربون بالأربعة في يوم النصر فيه يقدم أحلى وأجمل أهداف ومباريات. رونالدو بضربتين، تاليسكا بضربتين، ثنائي كبير جدا.